وانزلها على اليوتيوب ان شاء الله. طيب غير هيك حدا عنده شيء ثاني؟ دكتور عندي سؤال الله يخليك. طيب اسمك بالله، لانه اسمك اللي هون مش صح على الزوم. لأن دكتور مش عامل حساب حق الزوم طيب وكذي احكي لي على اسم، احكي اسمك قبل ما تسأل واسأل. تفضل جاسم علي محمد معك. تفضل يا جاسم. دكتور امتحان المد لحد أي دكتور؟ بنحدده خلال الأسبوع القادم، مش مشكلة، هذا الجواب خلينا يترون. أوكي طيب شكرا. حد عنده أسئلة أخرى قبل ما أكمل؟ بس بدي أحكي شغلة عن الكويز. هلا الكويز يعني بصراحة رتب لي مستواه كان متوسط بعتبره، الأفريج كويس 7 من 11. أسئلة السنوات السابقة مكررة، ما في شيء، يمكن سؤال أو سؤالين ماكسيمم. وأنا هيك بصراحة بحب أسئلتي تكون فيها شوية تحليل وتفسير، وما في شيء بحاول اكرره قدر الامكان من اسئله السنوات السابقه عشان يكون فير للجميع. ما حدا يجي يحكي لي انه والله اسئله السنوات السابقه والطلاب عندهم وجاوبوا، لا. وبعد بعتمد على تحليل نقطتين او ثلاث توجذر بسؤال واحد، زي سؤال اسئله زي ما شفته. تمام. هلا الموجودين يعني زي ما حكيت، في عندنا ثلاث طالبات جابوا 11 من 11، وفي عندنا كثير طلاب جابوا 10، موجود حوالي 15 او 16 طالب، يعني النسبه جيده اوفرول. طيب بنحكي بالمحاضرة، هلا نبلش بالمحاضرة السادسة، محاضرة الإيثرز. طيب اللي راح أعمله يعني very 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 small introduction just to give you time، وبعدين بدي أرجع بس أحكي بنقطة كمان. في كان سؤال بالنسبة لموضوع المحاضرات، إحنا حكينا هاي السبت آخر يوم، آخر سبت راح أعطي فيه محاضرة لايف، راح نعتمد فقط المحاضرات الثلاثة والأربعة والأسابيع اللي ظلوا، بحيث إنه محاضرة شعب الثلاثة بناقشوا فيها محاضرتين خلال الأسبوع، المحاضرتين اللي بياخذوهم خلال الأسبوع بناقشهم يوم الثلاثة، وشعبة الأربعاء بناقشوا نفس الشيء بيوم، نفس الشيء يوم الأربعاء راح يناقشوا محاضرات الأسبوعية لهم هناك. حكيت أنا يوم السبت عملته فقط من باب التسهيل للطلاب ببداية الفصل، لأنه الطلاب كانوا ملحوقين أو whatever it is، نزلت المحاضرات كان في مشاكل بالإي ليرنينج، فحاولت أتعاون أعمل محاضرة السبت. هلا إذا if there is like يعني إذا الطلاب بدهم وعملوا استفتاء وحابين نكمل مثلا نعطي محاضرة يوم السبت later on ممكن، تمام، أو قبل الامتحان أو whatever it is. بس انا مش مجبور محاضره السبت، يعني عشان هيك بصراحه انا في شغله يعني برجع بوضحها. السبت انا عملتها من باب المساعده، الثلاثاء والاربعاء هو المحاضرات الاساسيه اللايف، والباقي المحاضرات مسجله. وباي لو انا اي اونلي نيد تو جيف 50% اوف ذا ليكتشرز لايف، بس ايذر واي انا ما بحكي هيك، انا ما بحكي عن القانون، انا بحكي ليش كنت اعمل سبت وبعدين وقفت اعمل سبت، وليش هاي المحاضره السادسه والسابعه ما كانتش مش عارف العاشره وال11 بغض النظر. طيب إذا نرجع لمحاضرة السبت اللي هي سوري الستة وسبعة اللي هم محاضرة الإيثرز والإيبوكسايد، واللي بدي أحكي هلا أعمل شير، راح أعمل شير للسكرين للمحاضرات الستة والسبعة. المحاضرات اللي راح نحكي عنهم اليوم محاضرات الإيثرز والإيبوكسايد وتفاعلاتهم. هلا بالنسبة لهدول التفاعلات as you can see الإيثرز these are compounds، وراح أحاول أستخدم بس البوينتر. ثواني بس خلينا نوقف الـ disable annotation for others and let's use a pointer. by the way انا طلعت الطالب اللي كانت فاتح سبيكر ونسيته بصراحه من المحاضره، لانه ما بصير، لازم تكون انت متاكد قبل ما تيجي بالمحاضره مش حاط شيء ابصر شو وجاي تحضر المحاضره. طيب خليني بس اشيل الحق، ثواني بس. طيب هلا بالايثرز والايبوكسايد، اول شيء حكينا عن تسميات الايثرز والايبوكسايد، وكان هون بتسمياتهم واضحه الامور اتوقع، فيري سمبل اي باك سيستم نيمينج، وبالكومن نيم كمان حكينا سابقا عنهم بريفلي كيف بنسميهم، بنسمي ذا تو الكيل بارتس، ذا سيبريت الكيل بارتس، كل واحد لحال. هاي مثلا اون ذا رايت سايد ايزوبروبيل، اون ذا ليفت سايد اتس ميثيل، بنحط الاول الفابيتيكال اوردر ايزوبروبيل ميثيل ايثر اند سو اون. So these are very simple way to name those ethers by opaque and common names. The physicochemical properties for ethers, زي ما حكينا الـ ethers are, the oxygen اللي بالـ ethers are sp3 hybridized. And these compounds have their boiling point is lower than the alcohol. شو السبب؟ وهذا الحكي سألنا عنه بالكويز سابقا، صح؟ شو السبب انه الـ boiling point أقل من الألكوهول؟ جبنا عليه سؤال، صح؟ دكتور عشان ال ما بيقدروا يعمل الهيدروجين بوند، ممتاز، ما بيقدر يعمل بين الانتر الكحول بالضبط،
alcohol can do intermolecular hydrogen bond. However, ether cannot do intermolecular hydrogen bond. So, and simply that's the answer. So if you get two ether molecules together, they cannot do a hydrogen bond, so their boiling point is lower. But if you get two alcohol molecules together, they can make hydrogen bond, so their hydrogen, their boiling points are higher. However, ما نغلط بنقطة لو سألت واحتمال بسأل عنها أنا أحياناً سألت عنها بالفصول السابقة. إذا أنا جبت a single ether molecule جنب alcohol حطيناهم جنب بعض, can they do hydrogen bond or not? عندي ether molecule عندي alcohol, if we make them close to each other, can they make intermolecular hydrogen bond or not? لا دكتور. ليش يا ميرت؟ لأنه المفروض الـ O الثاني يكون مرتبطة معها H. يعني أنا هنا شايف هذا السؤال بخربط الطلاب كثير بصراحة. بحس أنه يعني الكونسبت مرات يمكن مش 100% واضح. هبة عندك جواب؟ لأنه الهيدروجين بوند من شروطها أنها تكون بين ذرتين هيدروجين, الهيدروجين بتكون partial positive بتكون مربوطة مع واحدة من الذرات الثلاثة اللي هي الأكسجين نيتروجين أو فلور, والجهة الثانية لازم تكون كمان أكسجين أو نيتروجين أو فلور, بس الإيثر من الجهتين الأكسجين مربوطة بألكالي جروب عشان هيك ما بتقدر. تمام, أنا هاد جواب الصح على سؤالي لو حكيت لك ليش الإيثر ما بيعمل intermolecular hydrogen bond. That's the correct answer. بس السؤال اللي سألته was not this one. What I asked was basically إذا أنا جبت خلطت مثلا إيثر مع ألكوهول, جبت مثلا مل of ether and مل of alcohol وعملت لهم mix together, can a molecule from ether and molecule from alcohol do intermolecular hydrogen bond or not? They can't. يعني no, they can. They can. Then احنا بنحكي hydrogen bond basically is something between hydrogen that's attached على oxygen, nitrogen or fluorine and oxygen or nitrogen or fluorine. الأكسجين موجودة بالإيثر, صح؟ آه دكتور. والهيدروجين موجودة على الألكهول. الأكسجين تبعت الإيثر والهيدروجين اللي موجود على الألكهول, they can make hydrogen bond together. These are two different molecules اللي بحكي عنهم. وضحت هاي النقطة ولا لا؟ اها وضحت. بشاير تفضل, يا شو عندك سؤال؟ اذا على نفس النقطه دكتور, يعني الايثر مولكيول هم ما عنده, ما في هيدروجين اتوم على الاكسجين, ما في هيدروجين هلا. طيب يعني انا صراحه يعني انه ما في او اتش جروب. تمام, عشان كذي ما في انتر مولكيولر فورسز. بالضبط, بس أنا بنفس الشيء سألت سؤال بس يعني ما حدا جاوبني فعلياً لأنه شوي حسيت الكونسبت مش واضح. أنا رح أرسم هون بس بريفلي الفكرة اللي حكيتها. هلأ عشان تكون الأمور واضحة, لو كان عندي إيثر موليكيول وجبت جنبه a second إيثر موليكيول, تمام, هذول two ethers they cannot make hydrogen bond لأنه لازم الأكسجين هاي يكون عليها air. You need a hydrogen on that oxygen and you don't have that. تمام, so they cannot make hydrogen bond. هاي مفهوم للجميع, صح؟ آه دكتور. طيب أنا سؤالي ما كان هذا, شو كان سؤالي basically؟ سؤالي كان basically إنه بدي أمسح بس جزء من اللي رسمته. لو أنا كان عندي جبت إيثر مع ميثانول مثلا, وراح أرسم هنا إيثر جنبه وأحط بهاي الحالة, خلينا نحط different molecule with different color to make things easier. لو جبت HOCH3, هل هدول two molecules if they come together close enough can they do hydrogen bond or not? That was my question. Oh, they can, دكتور. تمام, that was my question simply. يعني they can. ليش؟ لأنه basically you can easily see that these two things over here, the oxygen from the ether والhydrogen
from the one, the second molecule OH can make a strong hydrogen bond. هاي الهيدروجين مرتبطة على الأكسجين وهاي عندنا أكسجين هون. They can come together and make a strong hydrogen bond. That was my question. That's why ether are very water soluble because they can make hydrogen bond with water molecules. تمام؟ But they cannot make with each other if they are just pure ether. إذا ether لحاله pure singly يعني بس أنا جبت ether لحاله it doesn't make hydrogen bond together. واضح؟ That's why their boiling points are lower. مفهوم هاي النقطة؟ مفهوم دكتور. تمام يعني هذا بحس بس سؤال تريكي مرات لما أسأل الطلاب كلهم يعني أغلب الطلاب يجاوبوني غلط من بداية المحاضرة. Either way, it's very simple concept. You apply the same concept على different molecules, you get يعني nice ideas. طيب تمام هلا إذا حكينا بهذا الموضوع بهذا الكونسبت أنا بس هاد السلايد one slide just to be able to draw something. بس either way we go back to the lecture. مرات في تمام. Let me clear whatever I drew over here. Create all drawings. تمام. تمام هلا التفاعلات حكينا عنهم كمان خلصنا هيك الفيزيكال كيميكال بروبرتيز حكينا عن التفاعلات التفاعلات اللي راح نحكي عنهم اللي هم الويليامسون ايثر سينثيسيس واخذنا عنه سابقا in this one in this type of reaction what you do basically is just you generate the alkoxide by reacting the OH with the base strong base sodium hydride الالكوكسايد بعدين بضيف عليه الكيل هالايد الكيل هالايد بتفاعل مع الالكوكسايد to produce your ether this is called ويليامسون ايثر سينثيسيس واخذنا عنه سابقا طيب التفاعل الثاني اللي هو another way to make an ether which is basically by reacting an alcohol with alkyl halide in presence of silver oxide this is a different type of reaction and this reaction is mostly used for sugar sugars if you want to make if you want to protect those OHs like sugar by making them ether ليش بنحكي protect لانه OH is more reactive than ether OH can react with compounds if you expose it to acid or base So we want to modify this alcohol temporarily. نقدر نحوله لإيثر بعدين الإيثر رجعه لألكهول. So one of the ways to do that is by reacting silver oxide with the alkyl halide and the alcohol, which is the sugar molecule. And this is a second way to prepare an ether. Third way اللي هو عن الألكوكسي ميركوريشن. إذا بتتذكروا زي الرياكشن اللي حكينا عنه اللي هو الأوكسي ميركوريشن رياكشن اللي حكينا عنه سابقا. إذا تيوز شو الرياكشن اللي بعمل هايدريشن تذكروا شو استخدمنا فيه ميركوري إير ميركوري أسيتات followed by شو هو followed by sodium borohydride followed by تمام هلا بالضبط ماشي بس فولد باي سودروم بوروهيدرايد بالرياكشن الاول كنا نستخدم ميركوري اسيتيت مع H2O الميديا فكان يضيف H2O على الموليكيول هنا بهذا التفاعل اذا بدنا نعمل ايثر فورميشن بنستخدم الكحول مش ووتر موليكيول فوي يوز ان الكحول ذات الكحول ويل اد على الدبل بوند تو ميك ان ايثر اند ذن يو دو ا سوديوم بوروهيدرايد ريدكشن تو ريموف ذس ميركوري كومباوند تو اند اب وذ يور ايثر اون ذات كومباوند Again, it's this reaction is follows the Markovnikov rule addition, so your ether will be added على the more substituted carbon. طيب شو في تفاعلات للإيثر؟ هذول تفاعلات تحضير الإيثر هم three type of reactions, very easy, very simple. هلا بنحكي عن تفاعلات الإيثر. أول تفاعل للإيثر وأهم تفاعل اللي هو كيف نكسر إيثر ونرجع للألكول. حكيت سابقاً بالsugars I can protect the alcohol by converting alcohol to ether. Now you can also do the opposite reaction by removing this ether or taking it back to the alcohol form through what we call basically it's a cleavage reaction. Cleavage يعني إنه بحطم الإيثر برجعه لألكهول. So one of the ways to do that is by reacting your ether with acid, strong acid. Typically, if you do that with that acid. For example, if you do with HBr, مثلا, اللي هو acid halide, or acid bromide, or هذا اللي اسمه HBr, اللي هو hydrogen bromide,
If you react it with ether, this will produce an alcohol and alkyl halide. طيب هلا هذا التفاعل very easy to see والميكانيزم موجود. حكينا ال HBr بتتفاعل مع الأكسجين بتروح تعملها protonation and then you have a Br minus بطلع من هذا بعد ما نروح ال H proton يتفاعل مع الأكسجين Br minus راح يعمل attack. The only place that it can attack in this molecule تبع الإيثيل فينيل إيثر اللي هو يعمل attack على هاي الكربون وينتج عنا alkyl bromide plus phenol. The second type of reactions هنا there is a more tricky situation. شو more tricky situation؟ هنا basically what we see is you have an option after you do this first protonation step على الأكسجين إنه ال I minus اللي بتطلع can attack either the carbon on the right or carbon on the left. Which one will be attacked? Typically the one that's less centered will be attacked, and in that case it's the primary that will be attacked. So you get an alkyl halide على primary, you get alcohol secondary alcohol left, which is the isopropyl alcohol. It's important to know where which side will be attacked في هذول الرياكشن أو هذول التفاعلات. واضح؟ طيب هلا في كمان تفاعل التيرشري. التيرشري goes through SN1, so you should expect what's your product usually. If you have an SN1 reaction, but SN1 reaction it's different than SN2 reaction. The cyclic ether is another form of ether. These are compounds with a cyclic form of ether. The oxygen تبعت هاي الإيثر is in the cyclic form. And the three most common compounds that needs to that you need to know اللي هو 1,4 dioxane, tetrahydrofurane. وهذا الكومباوند اللي يمكن طلبنا منكم بالمحاضرة تعرفوا شو الاسم تبعه. And you should be able to tell me what's this the name of that compound. هذول three compounds that are ethers. Ethers are commonly used as solvents, organic solvents. They're very well-known solvents, the tetrahydrofurane with dioxane. And dioxane is carcinogenic compound, so its use is usually less common than tetrahydrofurane. Tetrahydrofurane is much more common than dioxane, لأنه safer, less toxic. طيب. هلا بالمحاضره بنهايه المحاضره حكينا شوي عن الايبوكسايد وعن خصائص الايبوكسايد وحكينا عن انه الايبوكسايد هو يمكن اهم شيء حكينا عن الايبوكسايد غير تسميته حكينا كمان عن خصائصه الفيزيوكيميكال بروبرتيز. وبدي اسال سؤال مهم كثير هون للموجودين. اهم شيء بالايبوكسايد انهم تعرف انهم اكستريملي رياكتيف كومباوند. السبب انهم اكستريملي رياكتيف حدا ممكن يحكي لي من الموجودين؟ عشان الرينج سترين. ممتاز عشان رينج سترين. شو يعني رينج سترين؟ طيب دكتور تمام مش دكتور هو هو بالاصل الزوايا لازم تكون 109.5 فبعيد كثير عن 109.5 فبيصير في تمام. سراج صوتك مش واضح, في شوية تقطيع, في شوية تقطيع بالنت يا سراج معلش. طيب معلش سراج خلينا نشوف حتى لو صوتك مش واضح. فتحية تفضلي. لأن الزاوية المفروض تكون بينهم 109 بس هون عشان هيك جبت عشان هي تتراهيدرا بس بس الزاويه بينهم رح تكون 60 فرح تعمل فيري بريشر رح يصير رينج سترين. تمام هو بيسكلي انت يو ثينك اوف ات از بيسكلي ذس از ذا سمبل انسر انه الزاويه المفروض تكون 109 بالبتوين ذا بونز اند يو ار بوشينج ات تو بي 60 which means you're يعني كانك you're stretching things into uncomfortable situation. That's شو بتعمل هذا الشيء راح يعمل لك انه في ستريس عالي لما يكون في زاويه مثلا تمسك قطعه بلاستيك الزاويه المفروض تكون 109 you push it to 60 القطعه البلاستيك هي راح تكون زي كانه فيها هاي انرجي لانه يعني راح تطق او راح تنكسر almost من هاي انرجي. That's the same thing goes for the epoxide. تمام طيب هيك بكون خلصت اول محاضره. حد عنده اسئله اول محاضره؟ الموجودين هون عندكم اسئله تخص المحاضره الاولى؟ اللي رافعين ايديكم بدكم تجاوبوا ولا بدكم عندكم other بشاير عندك سؤال ولا جواب؟ لا رفعتها من زمان ما نزلتها. طيب تمام الموجودين مين عنده حد عنده اسئله على المحاضره قبل ما انتقل للمحاضره الثانيه؟
حدا عنده أي سؤال عن المحاضرة الأولى قبل أن ننتقل للمحاضرة الثانية؟ طيب إذا ما في أسئلة عن هذه المحاضرة ننتقل للجزء الثاني من المحاضرة واللي بخص الإيبوكس كارت. Let me stop sharing here and go to the second lecture. على فكرة في ناس هنا بيشاركوا بس يعني ما جابوا علامات كاملة، يعني العلامة الكاملة doesn't mean إنه أنت good or bad بالكويز. بغض النظر يعني الأغلب كان أداؤه جيد بالكويز، أتوقع كان الكويز يعني ميز بين الطلاب بشكل عام أو آخر، يعني في ناس يمكن تغلبوا بالسبب لو آخر بس الأغلب كان الكويز واضح عندكم، وهيك راح يكون موضوع مادة الترم الترم راح يكون إن شاء الله بنفس الطريقة يعني just so you know. طيب طيب هلا الجزء الثاني من المحاضرة بيخص الإيبوكسايد، والإيبوكسايد بدنا نحكي أول شيء عن في أسئلة. تفضل يا الاسم الأول مش واضح، أبو سنين. سامي كيفك دكتور؟ أهلا الله يسعدك يا رب دكتور. المد راح يكون وان واي برضو؟ المد راح يكون وان واي غالبا. نعم يس. والله دكتور تعرضنا يعني لإشكالية في هذا الخصوص، يعني في بعض الأسئلة حبينا نفشل عنها اللي الواحد يرجع لها بالآخر، وتفاجأنا والله بهذا الشيء اللي صار معنا. طيب هلا احنا يعني نحكي مبدئيا، يعني انت ما كنتش عارف مشكله الوان واي او مش عارف كيف تتعامل مع الوان واي اف ام هيك مثلا بالبدايه 100%. طيب ما كنت اعرف يعني اصلا انه وان واي. ما هو والله كتب انت حكيت بس انا ما فهمت شو معنات وان واي. طيب معلش هذا مش اول فصل لي في الجامعه دكتور. طيب معلش اللي مروا بهيك تجربه، يعني احنا بنحاول نعوضكم بالاسايمنت اوف اذر بليسز، بس هلا بالنسبه لهذا الكويز بصراحه وي كان دو ماتش، يعني الموضوع انه نزل علاماته كاملين وصاروا نازلين. الامتحانات ما بنقدر نعالج هالمشكله على المد انه ما يكون وان واي، لانه بصراحه خلص في استراتيجي معينه الواحد بحب يمشي فيها. لا بصراحه يعني احكي لك المشكله وين سامي. انا كمان عشان اكون صريح معك، يعني بقى مش بديش اصرف وقت كثير على جزء من المحاضره على هذا الموضوع، بس تو بي اونست يعني هاي الطريقه كمان بتضمن العدل للطلاب. تمام ليه؟ انا بحكي لك ليش، لانه احنا بنعرف بصراحه وللاسف في جزء من الطلاب يعني بيروح بيعملوا جروبات واتساب وفيسبوك واذر بليسز، فبتصفي الامور انه في طلاب يعني مش فير مش عادل انه الطالب يكون بدرس وتعبان وبحطه على جروبات بيجوا بكل الاسئله بحطوا لك اياها مع بعض وبيجاوبوها. That doesn't work. فمن باب الفيرنس هلا ممكن يكون في ظلم انه الطالب ما بياخذ، يعني في ناس بتحب تصرف وقت كثير على سؤال بتخاف من السؤال اللي بعده مش عارف شو هو، يعني بالاخير هذا عادل على الجميع انه انا احط الاسئله بنفس النظام للجميع. قد يكون النظام بصراحه وانا بتفق معك انه النظام يكون مش سهل والنظام صعب اصعب هيك على الطالب انه يكون اوفرول، بس احنا بنشوف بهاي النقطه بنعوضك انه الوقت كافي. يعني انا ما بجيب امتحان 10 اسئله ب 8 دقائق زي ما كثير ناس بيعملوا. I think that's not fair. هذا يعني كثير صعب على الطالب، بس بنفس الوقت انا بعطيك وقت كافي. لا. بعطيك وقت كافي، يعني لما اعطيتك 10 اسئله عليهم 15 دقيقه، كل سؤال عليه دقيقه ونص تقريبا. تمام. يعني انا هاد في اسئله يمكن ما تاخذ منك 10 ثواني، وانا بشوف خليني بس اكمل بالله سامي نقطه في بشوف الريكورد للطلاب على دخول الاسئله، في كثير اسئله 10 ثواني 15 ثانيه، انت عم بتوفر وقت لسؤال اصعب. فهاي استراتيجية بس بدك مجرد انك تتعود عليها مش اكثر، انت تتعلم انه السؤال اللي بيهمك واللي بتتوقع انك راح تجاوبه صح اصرف عليه وقت زيادة، السؤال اللي شايفه صعب جدا خلص سكيب. يعني just صحيح. manage your time basically and when you manage your time you will not have any issues. بس مش من باب مش من العدل انه انا اجي لطالب بيجوا لمجموعة طلاب وانا بعرف بصراحة بيجوك بروح بعملوا جروبات وبصيروا بيجاوبوا الاسئلة، انه الاسئله تكون فريلي اوبن لكل الجميع وكله يفتحها بنفس اللحظه. هلا انت لو انك طالب يعني بنحكي مثلا انا ما بعرف يعني كلكم ممتازين وجيدين بس في جزء نسبه بسيطه، لو انك طالب يعني انت شاطر وبدك تشتغل درسته ما بدك والله الطلاب اللي ما درسوا مثلا بطريقه او باخرى يجي يحكي لك والله احنا تو شير توجذر وانسر توجذر، بتوقع انه رح تكون مبسوط اصلا على النظام انه انا وان واي بحيث انه الجميع يدخل بنفس الوقت وياخذ نفس الاسئله ويطلع بنفس الاسئله. حتى لو انا معك 100% دكتور، حتى لو معك 100%. بس انا لانه والله لانه اول فصل
لإلي في الجامعة. تمام، يعني أنا بحكي لك بس سامي، اتفاجأت بس الواحد خلص يعني هذا 10 علامات يعني إن شاء الله في جزء باقي بتعوض، وإن شاء الله بنتعاون معكم كويز بأماكن أخرى. إن شاء الله تعالى، كل احترام دكتور. الله يخليك، آسف للمقاطعة. لا لا بسيطة. سندس عندك إشي؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا. دكتور بدي أسألك، هلا أنت الكويز 11 علامة والعشرة؟ حين 11 حكيت لك، واحتمال أحوله العشرة إلى اوكي دكتور لو سمحت خليه 10، والله الاساينمنت يمكن نقدر نجيب فيه اكثر من الكويز. خلص تمام، حكيت لك احنا بنشوف علامات المد وانا ما بظلمكم، يعني ان شاء الله بكون اذا يعني فير للجميع، بحيث احنا ما بهمنا ما حدا يرسب، بهمنا العلامات تكون جيده، بس بهمنا الطالب اللي اجتهد ياخذ علامته بس. شكرا. ماشي، نحكي عن موضوع العلامات ليتر. طيب خلينا نكمل المحاضره. محاضره الايبوكسايدز حكينا ببدايتها عن موضوع البريبريشن اوف ايبوكسايدز. اول طريقه لتحضير الايبوكسايدز اللي هي البيروكسي اسيدز. البيروكسي اسيدز هم كومباوند زي الكربوكسيليك اسيدز بس بيسيكلي فيهم اكسترا اوكسجين، سو ذيس ار هايلي اوكسيدايزنج ري ايجنتس، ذات مين بيكوز ذي هاف تو اوكسجينز توجذر، وان اوف ذا اوكسجينز از ريدي تو دو ان اوكسيديشن اون سام وير ايلس، سو ذيس بيروكسي اسيدز هذول بسموهم كربوكسيليك اسيد وعليهم اكسترا اوكسجين، ذي رياكت وذ ا دبل بوند وذ الكين تو جينيريت ان ايبوكسايد. The epoxide, as you can see, is an oxygen, a three-member ring. One of those atoms is oxygen, the other two is carbons. And the other byproduct that is being produced, the benzoic acid or the carboxylic acid derivative. Also, what we need to know about epoxides, that they can be prepared in a second method, which is less favored method and less common method. The second method, which is halohydrants. خليني أعمل ديليت للحكي اللي موجود بالسلايد عشان ما يبين بالمحاضرة، ثواني بس. وهي الطريقة اللي بسأل، أنا بشوف في طلاب كانوا يسألوا سابقاً كيف بالله أعمل ديليت للحكي اللي موجود بالمحاضرات. Simply go to slideshow and then clear narration and all slides، وراح يروح كل الحكي والكتابات اللي موجودة. Either way، هلا الإيبوكسايدز can be prepared from a second method اللي هم هالوهايدرين. شو الهالوهايدرين؟ Compounds that have a halogen and a water, an OH from water molecule. These are halohydrins. They are adjacent to each other. These halohydrins usually typically next to each other to be able to do epoxide formation. And this reaction, it's a Williamson ether synthesis, very similar to what we have seen in the previous lecture. بالتفاعل هذا راح تشوف بنجيب الهالوهايدرنز بنعرضهم لبيس. البيس شو بيعمل؟ بياخذ الاو اتش، البروتون تبع الاو اتش بصير عليه الاكسجين، بصير عليه نيجاتيف تشارج، اند ذن يو دو انترموليكولار ويليامسون ايثر سينثيسيس وير ان او ماينس اور نيجاتيفلي تشارج اوكسجين ويل دو ان اتاك على هاي الكربون تو جينيريت ان ايبوكسايد از يو كان سي. سو ذس از ا فيري سمبل واي تو سينثيسايز ايبوكسايد اجين فروم هالوهايدرنز. بس الموست favored common method that's used usually peroxy benzoic acid. تفاعل peroxy benzoic acid مع الالكين هو the most common way to synthesize an epoxide. طيب هلا شفت لنا تفاعلات على الايبوكسايد. الايبوكسايد as we have learned قبل شوي انهم very reactive compounds. So if you expose them to the minimum amount of acid, this acid will protonate them easily and then allow this ring, epoxide ring opening. وبيعتمد شو النيوكليوفايل، مش شرط water molecule as you can see here, it could be any other nucleophile. It could be مثلا NH2, it could be any other nucleophile you can think of. It could be Cl minus, Br minus, I minus, any nucleophile. If you protonate this epoxide وبتعمل له protonation, راح يعمل attack على هاي epoxide to open this ring. In this case, if we have water molecule, we'll do an epoxide ring opening, راح يعمل nucleophilic attack على الكربون. وراح يعطينا diol molecule. And please notice that this reaction is an SN2 reaction mechanism. SN2 انه في ring opening by SN2 and specific example by SN2, which means the OH will attack from the opposite side of the epoxide. And you will see that the OH جاي على opposite side compared to the other OH اللي originally جاي من الepoxide. تمام؟ طيب هلا ال reaction had gets more tricky. يعني basically there's more details in it. هلا again حكينا ال nucleophile can be water molecule, can be amine, can be halide X minus, so one can Cl minus, F minus, Br minus, I minus, كلهم بيقدروا يعملوا attack على epoxide ring after that
epoxide gets protonated first, and then X minus will do an attack على هاي ring to allow this reaction to happen, which is an epoxide ring opening. The tricky part of that, that if your epoxide, the carbons, two carbons of the epoxide, one of them is primary, the other one is secondary. They're not the same. They're not the same classification. Now you need to know which one will react first. واللي حضر المحاضرة راح يعرف إنه الهيبوكسايد if you have a primary carbon, secondary carbon and you're doing an acid catalyzed ring opening. لأنه راح نشوف later on base catalyzed ring opening. ما بحكي عنهم. أنا acid معناته دائما في موجود acid راح يصير في epoxide راح يصير عليها فعليا proton. سامي انت لسه عندك سؤال ولا لا؟ ولا هاي الإيد مرفوعة من سابقا يعني؟ سابقا دكتور خلينا. طيب خلاص تمام. فبرجع بحكي موضوع الإيبوكسايدز. الطريقة الأولى اللي حكيت عنها سواء كانت الـ HCl, HBr, HI أو الـ Water Molecule Addition كلهم هدول Acid Catalyzed. يعني في Acid بيجي بيعمل Protonation للأكسجين تبع الإيبوكسايد and then you do the ring opening. These are called Acid Catalyzed Ring Opening. راح نشوف later on Base Catalyzed. ما تخربط بيناتهم. These are two different ways of opening your epoxide ring. على بحالة الـ Acid Catalyzed Ring Opening بدنا نتبع two main rules basically. إنه if you specifically لما يكون عندنا two carbons تبعون epoxide they're not the same classification. وهذا أول example إذا عندنا primary and secondary. Primary and secondary you expose them to HCl وراح يصير في ring opening. Cl minus راح تعمل attack. أول شيء الproton راح يعمل protonation للoxygen. Cl minus راح تعمل attack. Attack راح يتم mostly على primary. Because this is an SN2 reaction, prefers less sterically hindered carbon in this case. And so that reaction goes through an SN2 mechanism, لأنه عندنا primary or secondary. طيب إذا في عندي tertiary هنا بصيرنا نحكي عن SN2 reaction. Tertiary prefers SN2 right away. Tertiary goes through SN2. Tertiary always goes through SN1. الreaction السابق اللي حكينا عنه هو SN1. SN2. طيب إذن again reaction السابق حكينا primary and secondary this is an SN2 mechanism and so you prefer the less sterically hindered carbon which is the primary when you do the Cl minus attack. لما يكون عندنا primary tertiary أو secondary tertiary in this case tertiary goes through SN1 very quickly very easily so you don't wait for that SN2 reaction to happen tertiary goes through SN1 so Cl minus هترتبط مع tertiary carbon دائما معناها المور ستريكلي هندر بس احنا بنحكي هون عن SN1 ميكانيزم وير نوت توكين اباوت SN2 ميكانيزم تمام سو اف يو هاف برايمري تيرشري سي ال ماينس بروت ترتبط على التيرشري اف يو هاف سكندري اند تيرشري سي ال ماينس راح ترتبط على التيرشري بس اف يو هاف برايمري اند سكندري سي ال ماينس ترتبط على البرايمري بيكوز ات ان SN1 ميكانيزم طيب هلا في حد عنده اي سؤال على هدول النقاط اللي حكيتهم سابقا انا بس بدي اعطيكم دقيقه انه اذا في حد عنده اسئله انا بحس مرات وانا في طلاب بيسالوا بالعاده Anything to add على هذا الرياكشن؟ مفروض الجميع يكون فاهم هذا التفاعل مهم جدا إنك تكون فاهمه لأنه أنا بسأل عنه at that time بحس إنه في يعني also there's an issue sometimes when I explain this reaction. You should always differentiate between SN1 and SN2. صحيح إنه أنا بحكي مرات بسرعة فحكيت اليوم خربط SN1 SN2 بس either way يعني مفروض إنك عارف شو SN1 SN2 by now. Any questions without the break? Any 1 minute just to make sure you know if you have any questions on that topic specifically. طيب إذا ما في questions خليني أسأل معناته أنا أشوف إنه الكل فاهم يعني عشان هيك مش حدا بيسأل ولا شو القصة؟ طيب بدي أكتب هذا التفاعل. طيب جبنا this epoxide وفعلناه مع HCl. HCl وين بدها تضيف؟ على أي كربون؟ On the right or on the left؟ يعني on this carbon؟ Left. On the right. Yeah, on the right. إذا بدي يحكي يرفع إيده. And why؟ كربون نمبر 1 خلينا نسميها وهي كربون نمبر 2. Yes. خلينا نأخذ حدا جديد. ألا تفضلي. دكتور راح ترتبط على الكربون رقم 1 لأنها برايمري. طيب
خلينا ناخذ اجوبه ثانيه معناته بنفس الوقت، نسمع من الكل بعدين نحكي جواب. ابرار تفضلي. على ذرة رقم 2. سبب؟ لأنه عندها more substituent. طيب سراج شو عندك احكي لي. دكتور على رقم 2 عشان في stable carbocation SN1 ميكانيزم. ممتاز. طيب هذا الجواب اللي يعني مفروض اني اسمع بصراحه هو دائما على كاربون نمبر 2، لانه احنا بنحكي هون بنفاضل between this carbon which is what، شو الكلاسيفيكيشن تبع هاي الكاربون؟ This is a secondary and this carbon over here it's a tertiary. تمام، it's a tertiary carbon. A tertiary carbon زي ما حكينا goes through SN1 very quickly, it doesn't wait for SN2 to happen. اصلا SN2 ما راح يحصل بسهوله على secondary، يعني this should be easier to answer اصلا than لو حطيت لك primary and secondary. تمام، فالتفاعل Cl minus 1 راح تروح ترتبط على هاي الكربون over here. So the product should be what؟ حدا بيعرف يسمي لي اياه؟ باي ايو باك تفضل يا هبه اذا رافع ايدك. هبه الحجاجه كنت رافع ايدك؟ Can you name the product that will come out? دكتور ممكن 2-methyl. شو اسمه مرة تانية؟ 2-methyl. 2-methyl. 2-chloro. 2-chloro. ثواني بس دكتور. بروبانول. بس لحظة شوي، اللي بيحكي انت هبة بتحكي ولا مين؟ هبة دكتور. طيب تفضل احكي هبة. 2-methyl راح يكون عندي. تمام. 2-chloro. مثل بروبانول. لا مش the correct name. يمكن انت عندك the right structure بس you did not write the correct name. سيف عندك جواب؟ طيب سيف بدوش يحكي. براءة. براءة معك عندك جواب؟ 2-chloro. لا 1-2-3-4 اوكي. 2-methyl. 2-bromo. 2-methyl. بيوتانول. برضو لا. طيب ناخذ ابرار. ابرار عندك جواب؟ هلا كلنا متفقين انه الكلورين راح يضيف على رقم 2، هاي الكربون رقم 2 قبل ما نسمي عشان نتاكد انه انت احكي دكتور. لا حتكون على رقم 3. انا ماشي، انا حكيت 2 اللي حاطه هون، بس مش شرط انت بالتسميه تستخدم هاي 2، يعني هي ماشي صح كلامك. اللي بتحكي مين انت، ابرار ولا مين؟ ابرار. أبرار صح كلامك، إنه هي بالترقيم لما أنت تحط الستركشر للبرودكت ما راح تسميها رقم 2 أو ما تعطيها رقم 2. حدا يعطيني اسم؟ أبرار أعطيني اسم. 2-chloro. 2-3-methyl. بروبان 2-all. طيب لا انت جزء منه صح وجزء منه غلط. دكتور بقدر اجاوب؟ تفضلي. مين بيحكي؟ انا نانسي. تفضلي نانسي. 2-chloro 2-methyl بيوتين. 2-chloro 2-methyl بيوتين برضه مش صح. هذا عنده جواب اخر جواب. خلينا ناخذ عشان نفشق، يعني نحكي عن النقطه هاي نخلص. اللي بقى تفضل استراج. هو 3-chloro 3-methyl بيوتان 2-all. ممتاز صح. البرودكت اللي المفروض يرتسم هيك صح زي ما حكى سراج. طيب مثلا عندنا سراج ما جابش علامه كامله على فكره بالامتحان، صح يا سراج؟ دكتور والله دكتور ما لحقت اسال الاخير، كان 5 ثواني.
يلا معلش والله سكرت بسيطه، بس انا بحكي لك مش شرط يعني الامتحان دائما هو الشيء اللي دكتور. بس عندي ملاحظه انه بالنسبه للون واي دكتور، اعمل حسابك انه بالنسبه للضغط اللي على السيرفر لما ينتقل بين سؤال بده 10 ثواني لخلص فصل ثاني عشان يروح السؤال اللي بعده. طيب ماشي، بندير بالنا على النقطه ولا يهمك يا سراج المره الجايه. تمام. هاي اللي بس في عندك تقطيع بالنت يا سراج، خلينا بس اجاوب السؤال هذا هلا. خمس دقائق والله سراج، خلينا نرجع لموضوع الامتحان بس خلينا اخلص النقطه قبل ما نقطعها. هاي اللونجست هيدروكربون تشين من الرقم من الجهه الاقرب للاوتش 1 2 3 4 على 3 موجود عندنا these two substituents اللي هم كلورو ميثل، so 3 كلورو 3 ميثل 2 بيوتانول. تمام، اذا صرفت كثير وقت بصراحه هذا السؤال فيعني مش مشكله، بس هذه النقطه مهمه. طيب خلينا نروح على السلايد اللي بعده وبعدين اذا في اسئله على كويز او امتحان نحكي ليترون. طيب هلا اللي بعده راح نحكي عن بيس كاتالايزد ايبوكسايد رينج اوبننج. ايبوكسايد رينج اوبننج بيس كاتالايزد ايبوكسايد رينج اوبننج، هذول فعليا they follow just one simple rule. This reaction always when you have a base catalyzed, أي إشي يكون فيه بس negative charge، ما في epoxide ring opening by positive, by proton first, by addition of proton. هذا راح يكون بس negative molecule nucleophile will do an attack, strong attack على هذا epoxide. This reaction always follow this rule. اللي هو SN2 mechanism. So what does that mean? إنه لو عندي primary secondary carbon على epoxide، مين راح يتفاعل أول؟ أو مين راح يصير عليه الاتاك؟ Primary. Secondary and tertiary. Secondary. ممتاز. Primary and tertiary. Primary. ممتاز. Very simple. So this is easily, as you can see, can be explained just by simple. And this is an example on this. لو أنا استخدم sodium hydroxide مع epoxide, O minus, OH minus, اللي بتكون تعمل attack على more, على less strictly hindered carbon, which is this carbon, primary carbon. And we have a second example عن السلايد اللي بعده. As a second example على هذا التفاعل اللي هو ال Grignard's reagent. Grignard's reagent, as you all know, these are an example of Grignard's reagent, and this Grignard's reagent can be drawn in a different way. اللي هو يكون negative charge عنا هاي الكربون، positive two على المغنيسيوم، and negative على البروميوم. تمام. So as you can see, the negative اللي على الألكل is the one that's most strongly nucleophilic atom. So this is the one that will do a nucleophilic attack. راح تعمل على واحدة من هذول two carbons. It will go to the one that's less strictly hindered. In this case, it doesn't matter. Both of them are the same. If we go to a different reaction also, مش بس Grignard reagent, الإيثر، عفوا مش إيثر، الألكوكسايد also can do an attack. الألكوكسايد اللي هم negatively charged oxygen of alcohol. تمام، كيف نحضرهم الألكوكسايد؟ بنفعل الكحول مع strong base. Alkoxide can do a nucleophilic attack على هاي الكربون either primary or secondary. So you choose which one is the least strictly hindered. We have the primary that will be attacked to generate this compound. And this will produce an ether. These are all base catalyzed reactions. وآخر تفاعل اللي هو يمكن آخر تفاعل بهذا السلايد أو لا مش بتذكر، اللي هو lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride, as we all know, produces an H minus. H minus بروح تعمل attack على واحدة من التو كربونز. That's usually less strictly hindered carbon. In this case, it doesn't matter. We get the same product. In the second case, in this compound, you get lithium aluminum hydride LH minus. راح تعمل attack على secondary, not the tertiary carbon. So you get this finalized product that you should be able to name it. تمام. هيك بنكون خلصنا كل التفاعلات تبعون المحاضرتين الثالثة والسابعة. Very simple. هم مش كثير طوال أصلا. هم محاضرة واحدة يعني بعتبرهم، عشان هيك الأسبوع هذا كان في ثلاث محاضرات فعليا. لأنه هذول المحاضرتين فعليا load wise يعني بيجوش قد محاضرة المحاضرات السابقة. أي أسئلة على هذا الـ specific part of this؟ Any more, any questions على الجزء الثاني من المحاضرة؟ أي استفسارات؟ تفاعلات الإيبوكسايد. طيب إذا ما في استفسارات
راح أوقف ال أول شيء screen sharing وراح أوقف الريكوردينج. Where is the recording? Stop recording and then we can